السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، اهلا بيكم مرة تانية مع الدرس الثاني في الوحدة الثالثة. اتكلمني في الدرس الاولاني عن الرحلة للفيوم، وقلنا كلمة رحلة قصيرة حبايبي يعني تريب، وكمان اتكلمني عن الاشياء اللي انا بعمل لها باكينج او اللي انا بعبيها في الشنط ومحتاجها وانا رايح الرحلة القصيرة دي، وخدنا ازاي بوصف الملابس انها سترايبت يعني مقلمة او انها سبوتد يعني من، وعرفنا ان الصفات دي دايما بتيجي قبل الاسم. النهاردة ان شاء الله الدرس التاني وعبارة عن social studies يعني دراسات اجتماعية، بيدينا فيها عن الجيوغرافي، جيوغرافي اللي هي الجغرافيا. تاني حبايبي جيوغرافي يعني جغرافيا. تعالوا نبتدي يلا بالكلمات اللي هو مدهلنا في الدرس ده. اول كلمة كلمة mountain. mountain mountain يعني جبل. river 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 يعني نهر. glacier 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 طبعا نطق glacier ده نطق بريتش، اما في glacier glacier وده نطق امريكان. desert 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 rainforest rainforest طبعا rainforest حبايبي بمعنى غابة مطيرة. waterfalls 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 يعني شلالات مية. fossils 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 يعني حفريات. sand dunes sand dunes طبعا كلمة dunes or dunes دي معناها كثبان رملية. sand dunes sand dunes طبعا الدي مع الدي خلاص بنضمها بتبقى دي واحدة، فأقول sand dunes ما أقولش sand dunes. تعالوا نشوف يلا حبايبي geographical places and countries، تعالوا نشوف يلا الأماكن الجغرافية دي وكمان الدول دي. كايرو كايرو دي القاهرة. فيوم depression فيوم depression فيوم depression يعني منخفض الفيوم، كلمة depression حبيبي لوحدها معناها منخفض. Mediterranean Sea Mediterranean Sea Mediterranean Mediterranean يعني البحر الأبيض المتوسط. Western Desert Western Desert يعني الصحراء الغربية. The Nile River The Nile River The Nile River يعني نهر النيل. Port Said Port Said Port Said يعني مدينة بورسعيد. lower egypt lower egypt يعني الوجه البحري. lower egypt يعني الوجه البحري طبعا عكسها حبايبي كلمة upper egypt. upper egypt يعني صعيد مصر. تاني upper egypt يعني صعيد مصر او الوجه القبلي. ليبيا ليبيا. nile delta nile delta nile valley nile valley. the red sea the red sea يعني البحر الاحمر. السودان السودان يعني دولة السودان. وادي الريان وادي الريان. ويلز ويلز يعني حيتان. برانش 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 حبايبي يعني فرع. تعالوا نشوف الاكسترا فوكابيولري اللي هو مدهالي في الدرس ده. عندنا كلمة fertile 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 ودي معناها خصب. river bank river bank ودي ضفة النهر. branch branch يعني فرع. land land يعني ارض. stem stem يعني جزء شجرة. sea level sea level sea level sea level level يعني مستوى البحر. waterway 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 بمعنى مجرى مائي. canal canal يعني قناة مائية. capital capital يعني عاصمة. coast coast كوست حبايبي يعني ساحل. low low منخفض. area area يعني منطقة أو مساحة. triangle 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 يعني مثلث. lotus flower lotus flower lotus flower يعني زهرة اللوتس. wind erosion wind erosion wind erosion طبعا دي معناها نحت هوائي أو التعرية بفعل الرياح. Oasis Oasis طبعا الاس هنا والاس هنا بتنطق اس. Oasis Oasis يعني واحة. Amazing 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 بمعنى مدهش. تعالوا حبايبي يلا نشوف الفور directions بتوعنا، الاربع اتجاهات الاصلية. عندنا North North شمال. East East يعني شرق. South South يعني جنوب. West West يعني غرب. تعالوا نشوف يلا تصرفات الافعال اللي هو مدهلنا. change
changed change changed destroy destroyed destroy يعني يدمر او يحطم destroyed flow flowed flow flowed stretch stretch stretched 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 انا بعد التا ساوند الاي دي بتنطق تا stretched run ran ده بالنسبه للتصرفات الشاذه run يجري ran lie lay lie اللي معناها تقع lay spread 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 say say said 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 mean mean meant meant meant. تعال يا حبايبي يلا نشوف اهم الاكسبريشنز والبريبوزيشنز اللي عندي. عندنا كلمه run through تاني اسمها through من throw run through يعني يجري من خلال spread out into spread out into spread out into look like look like connected to يعني متصل به connected to lie to يعني تقع فيه flow through يعني تتدفق من خلال made by made by made by يعني صنع بواسطة. تعالوا نشوف اول كويز معانا حبايبي ودي مدهلنا على حفظي للكلمات. عندنا كلمة sun يعني شمس وعندنا كلمة flood flood بمعنى فيضان عندنا كلمة capital يعني عاصمة عندنا كلمة desert desert يعني صحراء بقول the air is cold and dark at night مين اللي بتبقى برد وضلمة في الليل اكيد طبعا دي desert يبقى هقول the desert يعني الصحراء number 2 بقول Cairo is that of Egypt طبعا القاهرة دي بتكون ايه مصر هتقول ايه بتكون عاصمة مصر يبقى capital the capital of Egypt يعني عاصمة مصر number 3 بقول the heavy rain was the cause of the بقول ان المطر الغزير كان سبب ايه اكيد مطر غزير يبقى فيه فيضان والفيضان اسمه flood flood حبايبي اللي هو الفيضان في صفحة 129 حبايبي مديني اهم الـ definitions اهم التعريفات المفروض ان انا اذاكرها كويس عشان لما تجيلي في الاختيارات او تجيلي في التوصيل اول كلمة كلمة canal canal حبايبي بمعنى قناة مائية تاني canal بمعنى قناة مائية وخلي بالك حبايبي ان الكانال دي بتبقى مان ميد مان ميد حبايبي يعني من صنع الانسان لان يعني في كلمه تانية اسمها شانل شانل حبايبي دي بتبقى قناه مائيه بس طبيعيه يعني الانسان مش هو اللي حفرها الا ووتر واي ميد باي هيومنز يعني ده ممر مائي او مجرى مائي مصنوع بواسطه الانسان عندنا كلمه فلو بمعنى تتدفق دي معناها ذا واي ووتر موفز يعني دي طريقه من طرق تدفق المياه او من طرق حركه المياه عندنا كلمة fertile fertile حبايبي بمعنى خصب قال لي good land to grow plants and crops دي أرض صالحة لزراعة النباتات والمحاصيل عندنا كلمة river bank river bank حبايبي اللي هي ضفة النهر تاني river bank يبقى river ليه bank وbank يعني ضفة أما السي حبايبي البحر فليه beach beach حبايبي بمعنى شاطئ قال لي the land along the side of the river طبعا الأرض بامتداد النهر الارض اللي جنب النهر وبامتداده ودي بسميها river bank عندنا كلمه wind erosion wind erosion طبعا ده معناها التعريه اللي بتحدث بسبب الرياح طيب بقول when the wind changes or destroys something قال لي لما الرياح بتغير او بتدمر شيء ما طبعا بعدها على طول حبايبي جايب لي الديفينيشنز دي في شكل توصيل بقول A river bank is ضفة النهر خلاص عرفنا بقى ليها The land along the side of the river الأرض اللي جنب النهر وبامتداده Fertile means طبعا كلمة fertile حبيبي بمعنى خصب وخصب معناها انه good land to grow plants and crops يعني أرض صالحة لزراعة النباتات وكمان المحاصيل طيب A canal is ان القناة دي يعني مجرى مائي صنع بواسطة الإنسان فعشان كده هقول a waterway made by humans number 3 number 4 بقول لي a wind erosion happens بقول لي التعرية اللي بتحصل عن طريق الرياح بتحصل امتى اكيد when the wind changes or destroys something لما الرياح بتغير او بتدمر شيء ده بقول عليه wind erosion تعال نشوف حبايبي بقى موضوع reading وشكل ما قلنا بيكلم لي عن الجغرافيا اذا احنا دخلنا دلوقتي حبايبي دراسات اجتماعية
فلازم دي عايزه حفظ صم، طالما قال لي دراسات قال لي علوم، الحاجات دي كلها بتبقى عايزه قرايه كتير لدرجه الحفظ. تعالوا نقرا كده مع بعض الموضوع الاولاني. بيقول ايجيبت از ا فيري بيوتيفول كونتري، اذا هو بيكلمني عن مين؟ عن ايجيبت، يعني ايجيبت مصر. از ا فيري بيوتيفول كونتري يعني دوله جميله جدا. كلمه كونتري يا حبايبي بمعنى دوله. The Nile runs through the country until it reaches the Mediterranean Sea in the north. بيقول لي ان النيل بيجري في الدولة دي اللي هي مصر، يعني until، كلمة until حبايبي معناها حتى. It reaches، حتى يصل، the Mediterranean Sea، البحر الابيض المتوسط، وده in the north. In the north حبايبي يعني في الشمال. Cairo is the capital of Egypt. بيقول لي ان القاهرة دي عاصمة مصر، يبقى لما يقول لي what's the capital of Egypt هقول له Cairo. It's a modern city in Lower Egypt. قال لي دي مدينة حديثة أو مدينة عصرية في الوجه البحري. قلنا Lower Egypt حبيبي معناها الوجه البحري. Libya lies to the west of Egypt and Sudan lies to the south. قال لي لما أجي أقول تقع في الجنوب أو تقع في الشمال أو تقع في الشرق أو تقع في الغرب بقول lies to. احفظ دي كويس. Lies to يعني تقع فيه. فبقول ليبيا تقع في غرب مصر، أما السودان بتقع في الجنوب. The Red Sea lies on Egypt's east coast. خلي بالك إن كلمة coast بتاخد حرف الجر on، فعشان كده قال لي The Red Sea، البحر الأحمر، lies، بيقع on Egypt's east coast، يعني في الساحل الشرقي أو على الساحل الشرقي لمصر. The Fayum Depression، بدأ يقول لي منخفض الفيوم، is a very special place. قال لي ده مكان مميز جدا. As it's an oasis. Oasis حبايبي بمعنى واحة، والواحة حبايبي معروف انها منطقة خضراء في الصحراء، يعني منطقة ممكن ازرع بيها واللي بيحيط بيها كله صحراء. With the biggest waterfalls in Egypt. قلنا waterfalls حبايبي بمعنى شلالات، بأكبر شلالات موجودة في مصر. It has the huge وادي الريان park، يعني فيها حديقة وادي الريان الضخمة. Which is home to many birds and animals. بقول انها موطن لكلمة home to حبيبي معناها موطن لي. فبقول home to many birds and animals. There are also fossils، كمان فيها حفريات. Of whales، للحيتان. فيوم has lakes، بيقول يا حبيبي ان الفيوم فيها بحيرات. And amazing sights all in one place، وطبعا اماكن جديرة بالمشاهدة. طبعا كلمة sites يعني أماكن جديرة بالمشاهدة، أماكن تستحق المشاهدة. All in one place، كلها في مكان واحد. تعال نشوف السؤال الأولاني. بيقول What's the capital of Egypt؟ قلنا كايرو. طب where does Libya lie؟ أين تقع ليبيا؟ يبقى هدي short answer وأقول To the west of Egypt، يعني بتقع في شرق مصر. تعالوا نشوف حبايبي الجزء الثاني من الريدنج، واللي بيكلم لي فيه عن النايل دلتا. النايل دلتا اللي هي الدلتا اللي احنا عايشين فيها. بيقول لي ذا نايل دلتا از ان لوور ايجيبت. قال لي ان دلتا النيل دي موجوده في الوجه البحري. About 20 كيلومترز نورث اوف كايرو، على بعد 20 كيلومتر من القاهره. ذا نايل ريفر از سبريدز اوت انتو تو برانشز، وعندها النيل بيتفرع لفرعين اتنين. branches حبايبي يعني فروع. These two branches flow toward the Mediterranean Sea. قال لي سواء الفرع ده اللي هو فرع رشيد حبايبي شكل ما احنا عارفين، او فرع دمياط، الاتنين بيصبوا في البحر المتوسط. The Nile Delta is the fertile soil between the two branches of the Nile. بيقول لي بقى ان الدلتا دي هي المنطقة اللي بتقع بين الفرعين دول، وديا أرض خصبة. fertile soil يعني تربة خصبة. It stretches from Alexandria to Port Said and it looks like a triangle. اللي يعني stretches معنى تمتد من اسكندرية لبورسعيد، وكمان شكلها بالظبط شكل المثلث. تعالوا نشوف يلا حبايبي الجزء الثالث، واللي بيكلم لي فيه عن النايل فالي. النايل فالي اللي هو وادي النيل. قال لي ذا نايل فالي از ذا اريا of land on the banks of the Nile River. قال لي الارض اللي ماشيه بامتداد نهر النيل على جانبي. It's very good for growing crops like wheat, dates and beans. قال لي ان هي منطقه صالحه جدا لزراعه المحاصيل شكل القمح
وكمان التمر وكمان البينز اللي هو الفول او البقوليات عموما. بيقول many people say that the Nile Valley is like a lotus flower. الناس بتقول ان وادي النيل ده عامل شكل زهرة اللوتس. The river and the river banks are the stem of the flower and the Nile Delta is the flower. بيقول لي ان النهر نفسه بيض الفتين بتاعه شكل الجذع بتاع زهرة اللوتس او الساق بتاعتها يعني، والدلتا بتاعتها كأنها هي الزهرة. تعال نشوف يلا حبايبي اخر جزء معانا في الجزء الاولاني من الدرس الثاني، واللي بيكلمني فيه عن the فيوم depression. فيوم depression حبايبي اللي هو منخفض الفيوم. قال لي is in the western desert of Egypt. قال لي ده بيقع في الصحراء الغربية. It's an area of land that is low below sea level. قال لي دي منطقة منخفضة عن سطح الماء. It was made by wind erosion about 1.8 million years ago. ودي طبعا كانت بسبب الرياح من 1.8 مليون سنة. It's connected to the Nile River by the Bahr Yusuf Canal. بقول ان هي متصلة بنهر النيل عن طريق قناة بحر يوسف. This means there is water here. ده معناه ان في مية هنا. So it's a green place where many plants grow. عشان كده هي مكان اخضر يعني تربة صالحة للزراعة لانواع كتير من النباتات. تعالوا يلا حبايبي نشوف part 2 في الدرس الثاني، واللي بيقولي what made the sculptures. sculptures يعني تماثيل منحوتة. تاني حبايبي sculptures يعني تماثيل منحوتة. تعالوا يلا نبتدي بالفوكاب بتاعتنا. او الكلمة خدناها قبل كده اسمها wind erosion. wind erosion يعني تعرية الرياح. white desert. white desert يعني الصحراء البيضاء. sand. sand يعني رمال. rocks. rocks يعني صخور. beautiful. beautiful يعني جميل. soil. soil يعني تربة. particles. particles. particles يعني حبيبات. crops. crops. crops يعني محاصيل. sculptures. sculptures. sculptures يعني تماثيل منحوتة أو منحوتات. wind. wind. wind يعني رياح. damage. damage يعني يدمر. shape. shape يعني شكل. soil erosion. soil erosion. soil erosion يعني تعرية التربة. Aswan dam. Aswan dam. Aswan dam يعني سد أسوان. against. against. against يعني ضد. تعالوا يلا حبايبي نشوف تصريفات الافعال اللي هو مدهنا. عندنا change. changed. turn. 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 damage. damaged. damage. damaged. control. controlled. control. controlled. make. made. make. made. blow. blue. blow. blue. break. broke. break. broke. تعال نشوف يلا اهم الاكسبريشنز والبريبوزيشنز اللي هو مديهم لي. عندنا overtime. overtime يعني مرور الوقت. millions of years ago يعني منذ ملايين السنين. millions of years ago. take away. take away. turn into. turn into يعني يتحول الى. break down. break down معناها يفتت. تعالوا يلا حبايبي في صفحة 133 مديني اول كويز على معاني الكلمات اللي انت حفظتها. عندنا كلمة soil قلنا يعني تربة. عندنا كلمة blows معناها تهب. عندنا trees طبعا هي الاشجار. عندنا sculptures يعني التماثيل المنحوتة. وعندنا كلمة sand بمعنى رمال. number 1 بيقول لي there is too much in the desert. يعني بيقول لي في ايه كتير في الصحراء. اكيد طبعا الصحراء فيها رمل كتير، فاكيد هقول sand. وخلي بالك ان much بتيجي مع الاسماء التي لا تعد. number 2 بيقول لي when there is a fertile a we can grow many crops. بيقول لي عندما يكون عندنا ايه خصبة احنا بنستطيع ان احنا نزرع محاصيل كتير. يبقى اكيد طبعا هقول when there is a fertile soil. وكلمة soil معناها تربة. نمبر 3 بيقول I saw many A in the museum. بيقول انا شفت ايه كتير في المتحف. اكيد طبعا انا شفت تماثيل كتير. يبقى sculptures. sculptures حبايبي بمعنى تماثيل. sculptures. sculptures.
نمبر 4 بيقول لي اتس كولد اند ذا ويند ايه فيري هارد. بيقول لي الدنيا برد اكيد والرياح بتهب. يعني ايه تهب حبايبي؟ بلوز بلوز يعني تهب. تعالوا نكمل يلا بقيه التعريفات اللي هو مدهلنا في الدرس الثاني. بيكلم لي عن ويند اروجن. ويند اروجن بمعنى التعريه بفعل الرياح. بيقول لي ان ايجيبتس وايت ديزرت يعني في صحراء مصر البيضاء. You can see يعني أنت تستطيع أن ترى some amazing sculptures يعني بعض المنحوتات. يعني تحس أنها كده تماثيل منحوتة. How did they get there؟ يا ترى التماثيل دي راحت هناك إزاي؟ والمنحوتات دي راحت هناك إزاي؟ They were made by the wind. They were made يعني صنعت by the wind يعني عن طريق الرياح. يعني الرياح لما بتهب بتساعد على تآكل الصخور وبتحولها للأشكال اللي هي بتشبه التماثيل. واللي بعدها there weren't any sculptures millions of years ago. ما كانش فيه أي منحوتات من دي من ملايين السنين. بس بفعل الرياح شكل ما قلنا على مرور الزمن تكونت الأشكال اللي هي شكل sculptures. فبقول over time the wind blows sand and small stones against the rocks. هو هنا بيبين لي بقى الصخور اتحولت للأشكال دي ازاي. الرياح لما كانت بتهب حبايبي في اجزاء الرمل الصغيره وكمان الحصى الصغير او الاحجار الصغيره بتضرب في الصخور دي فبتساعد على تاكلها. وبعدين the rocks change shape فبتبدا الصخور دي تغير الاشكال وتظهر لنا شكل ما هي ظهر لنا دلوقتي كانها sculptures يعني تماثيل منحوت. فبقول لي بقى after many years the wind and sand turn the rocks into beautiful sculptures. قال لي بعد العديد بقى من السنوات الرياح حولت الصخور دي للأشكال الجميلة أو المنحوتات الجميلة اللي احنا بنشوفها. هنا حبايبي مدي لي مقارنة بين الويند إيروجن والسويل إيروجن. قال لي الويند إيروجن اللي هي التعرية بفعل الرياح. بقول when the wind moves the soil from one place to another and causes change or damage to the soil. قال لي لما الرياح بتحرك التراب من مكان لآخر وبتسبب تغير او دمار في التربة ده بسميه wind erosion. طب امال soil erosion؟ قال لي when water لما المية wind ورياح or other things break down the soil بتحطم التربة and take the soil particles away وبتاخد جزيئات التربة نفسها بعيدا دي بسميها soil erosion. تاني soil erosion يعني تعرية التربة. اخر facts حبايبي من دهلنا اخر حقائق من دهلنا عن the Aswan High Dam. السد العالي بتاع اسوان. طبعا the Aswan Dam اللي هو سد اسوان او the Aswan High Dam. High Dam حبايبي اللي هو السد العالي. قال لي the Aswan Dam was built to control. وكلمة control حبايبي معناها يتحكم فيها ويسيطر على the Nile flooding every year. طبعا احنا عارفين قبل ما السد ينبني كان بيحصل فيضان للنهر كل عام. فاحنا بنينا السد ده في عهد جمال عبد الناصر عشان نوقف الفيضانات دي. The flood can damage the people. بيقول لي ان الفيضان ده ممكن يدمر الناس land وكمان الارض and the crops والمحاصيل. يبقى لو قال لي ليه احنا بنينا السد العالي why did we build the high dam هقول له to control the Nile flooding every year عشان نسيطر على الفيضانات اللي كان بتحصل كل سنة. تعالوا حبايبي بقى نشوف الجنرال اكسرسايزز اللي هو مدهالي على listen to we'll read and complete the text with words from the books. Sculptures قلنا يعني منحوتات. Millions يعني ملايين. Sand يعني رمال. White يعني أبيض. خدنا White Desert اللي هي الصحراء البيضاء. Blues قلنا يعني تهب. بقولي in Egypt's A desert you can see some amazing A. طبعا الكلام ده متكرر بقى خلاص عشان كده قلنا حبيبي لازم أقرأ الموضوع واحفظ الحقائق عشان هي اللي بتمكنني من الحل. طبعا in Egypt's White Desert يعني في صحراء مصر البيضاء. بنلاقي amazing A هتقولي amazing sculptures يعني منحوتات جميلة خالص. They were made by the wind. There weren't any sculptures a of years ago. ما كانش فيه منحوتات من ملايين السنين. يبقى لازم اقول millions. Millions of years ago. Over time, قلنا بمرور الوقت, the wind a sand and small stones against the rocks. طبعا كانت بتهب او بتعصف بالرمال والحجار الصغيرة. فلازم اقول حبايبي blows. The rocks change shape فبدأت الصخور دي تغير أشكالها. تعال نشوف يلا سؤال التوصيل. بيقول لي the Fayum Depression. قلنا Fayum Depression حبايبي اللي هو منخفض الفيوم. قلنا منخفض الفيوم ده
موجود في الصحراء الغربيه، يبقى اذا هقول is in the western desert، يعني في الصحراء الغربيه. طب the Aswan High Dam، السد العالي بتاع اسوان كنا بنينه ليه؟ هتقول لي to control the Nile flooding، يبقى اذا the Aswan High Dam controls، يعني بيتحكم فيه the Nile flooding، فيضان النيل. The Nile Delta looks، قلنا ان الدلتا بتاعت النيل بتشبه المثلث، يبقى looks like a triangle. Number 4، will the soil erosion means، بيقول لي تآكل التربة معناه ايه؟ برافو عليكم. To break down the soil and take its particles away، وتاخد اجزائها بعيد. تعالوا نشوف يلا حبايبي سؤال الترتيب. بيقول لي the white، there are sculptures، desert، amazing، in، white يعني بيضاء، there are yogurt sculptures يعني منحوتات، desert، amazing، desert طبعا معناها الصحراء، amazing يعني مدهش، in، في. فطبعا انا عايز اقول يوجد منحوتات عظيمة في الصحراء البيضاء، فاذا هقول there are. there are حبيبي بيجي وراها دايما اسم جمع. طيب بس الاسم الجمع هنا موصوف بصفة، هي كلمة amazing، يبقى لازم احطها قبله. there are amazing sculptures in the white، خلي بالكوا حبايبي بتبدأ بالكابيتال لتر، desert، لان ده مكان مشهور. number 2، بيقول a beautiful Egypt is very country، طبعا عايز اقول ان مصر دي دولة جميلة، فهبدأ بإيجيبت، فعلي بتاع إز، قلنا الدرجة بتيجي قبل الصفة والصفة بتيجي قبل الاسم، وقبلهم كلهم بحط آ أو آن، فإذا لازم أقول آ، وبعدين very، وبعدين beautiful، وبعدين country. number 3، بقول it changes the wind rocks the shape of the، changes تغير، the wind الرياح، rocks صخور، the shape يعني شكل، of يعني لي، وذا يعني ال، عايز اقول طبعا ان الرياح بتغير شكل الصخور، يبقى اذا هقول the wind، الرياح يعني ايه تغير؟ changes يعني بتغير، يعني ايه شكل؟ هتقول لي the shape، شكل يعني بتاع ايه؟ هتقول لي of the rocks، يعني شكل الصخور، الرياح بتغير شكل الصخور. number 4، land growing a fertile good is for crops، طبعا land يعني ارض، growing يعني زرع، good يعني جيد، وcrops يعني محاصيل، فانا عايز اقول ان الارض الخصبة بتبقى جيدة لزراعة المحاصيل، يبقى هقول a fertile، fertile دي صفة لكلمة land، يبقى a fertile land، الفعل بتاعي is، الصفة بتاعتي good، و good بتاخد for معناها مفيد لي، واجيب وراها verb plus ing يبقى growing crops، يعني الارض الخصبة صالحة لزراعة المحاصيل. number 1، بيقول لي the A and sand turn rocks into sculptures، sculptures طبعا مين، وكمان الرمال هي اللي بتحول الصخور لمنحوتات، اكيد the wind، وند حبايبي اللي هي الرياح. number 2، بيقول we can grow plants and crops when the land is، طبعا احنا بنقدر نزرع النباتات وكمان المحاصيل لما الارض تكون ايه؟ ترى poor يعني جرداء، ولا hot حر، ولا tired يعني مرهق او متعب، ولا fertile يعني خصب، اكيد fertile لما بيكون الارض خصبه. number 3، بيقول the Nile river spreads out into 2A in Egypt، بيقول في مصر نهر النيل ده بينقسم ليه؟ هتقولي بينقسم لفرعين، يعني ايه فرعين يا مستر؟ برانشز، بونس يعني برك، وسيز يعني بحار، بحار، وليكس يعني بحيرات. نمبر 4، بيقولي ذا ويند اروجن اللي هو تعريه الرياح، ايه ذا سايل؟ بتعمل ايه في التربه؟ اكيد ديسترويز، كلمه ديسترويز حبايبي معناها تدمر، مش هيلبس ولا بتساعد ولا جروز وبتنمو ولا بتزرع ولا كونكتس بتوصل. نمبر 5، بيقولي ذا ريد سي لايز اون ايجيبتس ايست، ايه؟ بيقول ان البحر الاحمر بيقع على الايه؟ الشرق المصر، اكيد على الساحل الشرقي. فين الساحل حبايبي؟ كلمة كوست، كوست يعني ساحل. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال punctuation، سؤال الترقيم. بيقول there are amazing sculptures in Egypt's white desert، طبعا هنا تي هتبقى كابيتال لانها في اول الكلام،
ار طبعا ما فيهاش حاجه. اميزنج ما فيهاش حاجه برضو. سكالبتشرز يعني منحوتات. ان ايجيبت حبايبي لازم الاي تبقى كابيتال عشان اسم بلد وابوستروفي اس. اما وايت ديزرت احطها شكل ما هي واحط في الاخر فلسطين، يعني دي جملة عادية جدا. تعالوا بقى يا حبايبي نشوف سؤال الباراجراف بتاعنا واللي بيكلم لي عن الويند اروجن يعني تعرية الرياح، واللي مثال عليها كان في الوايت ديزرت يعني في الصحراء البيضاء اللي موجودة في مصر. طبعا هنا قلت بسيب فراغ قبل ما اكتب الجملة الاولى وهقول the white desert يعني الصحراء البيضاء is a beautiful place in Egypt يعني مكان جميل في مصر. وبعدين هقول ان فيه طبعا منحوتات كتيرة فيه، يبقى هقول there are many sculptures there يعني في منحوتات كتير هناك. طبعا هوصف فهقول they are amazing. يعني هي ايه يا حبايبي؟ مدهشة. طبعا المفروض ان انا بقول اتكونت بقى ازاي، فهقول the wind الرياح يعني blows sand and small stones يعني الأحجار الصغيرة against rocks يعني على الصخور. وبالتالي هقول the rocks الصخور دي change shape يعني غيرت شكلها. وبعدين اقول اصبحت بقى منحوتات جميلة، فاقول they become beautiful or amazing يعني اي حاجة من الاتنين حبايبي sculptures يعني اصبحت منحوتات جميلة. انا كده كتبت باراجراف بسيط جدا، ولكن حبايبي شكل ما قلت بيعتمد على حفظي للمواضيع كويس جدا. تاني اوعى تنسى تسيب فراغ في اول سطر، دايما في نهاية كل جملة لازم احط فول ستوب. ابدأ بكابيتال لتر فول ستوب كابيتال لتر فول ستوب كابيتال لتر عشان يبقى الباراجراف بتاعي بشكل سليم، ولازم يكون خطي واضح وجميل. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا اللي ما اشتركش في القناة يشترك معنا، واللي ما فعلش الجرس يفعل الجرس عشان توصله كل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. استنونا في الدرس الثالث ان شاء الله، واللي هيتكلم عن my favorite clothes، وشير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد. Goodbye. السلام عليكم.